بولاتو متابع في محله من حارس مرمى المنتخب التركي. بولاتو استلم وانطلق وسدد. أوسياكوب 35 مباراة دولية عند من أوسياكوب. أوسياكوب أوندير أوندير سدد أوندير سدد دي بول الأتراك ولكن كرة أوندير بعيدة. انطلق بيرك 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 والحارس بولات بولات مبيز كورة بتيجي للمرمى بيع الفرصة. ثالث أهداف الدولية في اللقاء رقم 26 لي مع المنتخب السويدي. في مرة أولى كرة تضرب القائم الأيمن للحارس بولات يعني لا رقيب ولا حسيب من دون رقابة من دون متابعة. في مرة أولى غيرها بالرأس ترجع له في مرة ثانية بالقدم اليمنى. جديد الفريق التركي يتلقى هدف والتقدم سويدي. كرة سويدية تلعب المصر ترجع بتماس. الآن الضغط السويدي أصبح متقدم لهذا التبكي الفريق التركي. هذا اللاعب اسحاق القيسي كرة بعدها ايهان عادت بمتابعة من جميل دورماس راوغ وسدد وكرة شاورة. كرة سويدية امبارا كلايسون 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 الثاني والثاني ما اروعك يا كلايسون وما اروع هذه التسديدة. سدد كلايسون والكرة في الشباك التركية تعلن عن صفر. مهمة أصبحت صعبة على الفريق التركي. كرة تركية الفريق التركي يرجع يرجع للمباراة. كرة يتبكى من خلالها تشالانوغلو الإمبراطور التركي يرجع الأتراك للمباراة يرجع الفريق التركي عليهم ركلات ترجع الفريق التركي. الفريق التركي بالعزمة وتوسوني ضيع توسوني ضيع وكأن الفريق التركي جديد يتقدم 2-1. يدافع بشكل جماعي ويلعب على الاخطاء الاتراك الوانتور ترجع كورة من سيباستيان لانسر. كورة في اليمين عند تيرستيك بأوروبا وآسيا مضيق البوسفور برتانيل بحر المرمنة البحر الأسود. تورت من 80 ألمانيا الغربية يوم 27 من الشهر في سويسرا الاتحاد الأوروبي سيجتمع بخصوصنا عند أكبابا. محاولة للمنتخب التركي روعة 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 أمان أمان يا ترك أمان أمان يا ترك. الحبات كرة تلعب داخل المنطقة الرأسية والثالث الثالث 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 الهدف الثالث للأتراك الهدف الثالث